بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل انطلاقاتنا هنا من أرضية ميدان الشحانية، شوط تلو الآخر في هذا اليوم المخصص لانطلاق سن الحول من مسافة 8 كيلومترات. ينطلق أيها الحبل الكريم شوطنا 15 في تعداد انطلاقاتنا الصباحية. هذا الشوط جائزة نقدية مرصودة للفائز بالمركز الأول، أيضا المبالغ النقدية المجزية في هذا الشوط للفائزين حتى المركز العاشر. مباشرة نذهب مع افتتاحية الإذاعة والنداء لأشاهد رعود محمد بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري، من يفتتح الإذاعة ويقود مسار التحدي. المركز الثاني التواجد هناك من الغزيل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين، من ينطلق بانطلاق الغزيل مع ثاني المراكز. والمركز الثالث تأتينا مغموتة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، من يقدم انطلاقة مغموتة مع ثالث المراكز. والمركز الرابع الوجود ياتينا من شدة حمد بن غانب بن سلطان الهديف الكواري، من يقدم انطلاقة شدة مع رابع المراكز. والمركز الخامس الوجود والتحديات هناك من مهمة سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، من يقدم انطلاقة مهمة مع خامس المراكز. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، نداؤنا الأول للخمسة المراكز المتقدمة في هذا الشوط، والمسيرة مستمرة وأسماء قوية تشارك في هذا الشوط من أجل تسجيل نقطة ذهبية من مهرجان الأمير الوالد. مباشرة العودة إلى البداية والصدارة لأتابع انطلاقة رعود اللي لا تزال تقود مقدمة الشوط. محمد بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري من يقود انطلاقة رعود في أولى تحديات هذا الشوط، من تقود مسار التحدي، من تعزف على الوتر المتقدم من هذا الشوط. إذا رعود بالأداء الجميل بالوعود المميزة اللي تقدمها هنا على أرضية هذا الميدان. ثاني المراكز الوجود يأتينا من الغزيل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين، من يقدم انطلاقة واندفاعة الغزيل يقدمها هنا على أرضية هذا الميدان المميز. لكن تابع التسلل والدخول على المركز الثاني، وصل التشريف في أول إذاعة حمد بن محمد بن سالم آل خزين المري، من يقدم انطلاقة تشريف، من تقدمت إلى ثاني المراكز. هناك التراجع من المركز الثالث لأشاهد رعود محمد، عفوا هناك من تتواجد لغزيل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين، من يقدم لغزيل المركز الرابع. وصل شعار المسند ليقدم انطلاقة مغموتة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، من يقدم انطلاقة واندفاعة مغموتة مع رابع المراكز. المركز الخامس بشعار الهديفي تتواجد شدة حمد بن غانب السلطان الهديف الكواري، من يقدم انطلاقة واندفاعة شدة مع خامس المراكز وخامس التحديات. هكذا النداء مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء المنطلقة في هذا الشوط، أسماء قوية لم يحن موعد ظهورها، أشاهدها بالعين المجردة. هناك أسماء لها ثقلها على أرضية الميدان تشارك من أجل أن تسجل نقطة ذهبية من هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، نداؤنا الثاني أكملناه للخمسة المراكز الأولية المسموح لها بالنداء، المسموح لها بالنداء من خلال مسار الشوط. ولكن العودة مباشرة إلى الصدارة وإلى القيادة مع التغيير اللي طرى وجرى. تقدم التشريف
الهدف لتتشرف بالموقع المحبب لدى جميع المشاركين. يقدم لنا تشريف حمد بن محمد بن سالم آل خزينة المري. من يقدم لنا انطلاقة تشريف؟ من غير وقلب موازين الشوط لصالحه وانطلق بالأداء المميز والأداء الجميل؟ تشريف إذن في الصدارة وفي القيادة تؤدي العداء الأداء والعرض الكبير إلى حتى اللحظة تقترب من انتصاف مسافة الشوط، تقترب من أن تقطع 4 كيلومترات. ليتبقى أمامنا 4 كيلومترات، مسافة كافية لنشاهد المنافسة الحقيقية من خلال وقائع هذا الشوط. إذا تشريف مع المقدمة حمد بن محمد بن سالم الخزين المري. من يقدم انطلاقة تشريف؟ ولكن المركز الثاني شعار الخيارين يتواجد عن طريق الغزيل، عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين. من يقدم الغزيل؟ هذا الاسم التراثي الجميل اللي يقدم لنا الخيارين مع مركز الوصافة، مع مركزنا الثاني من خلال المسار، مسار 8 كيلومترات. يا سلام يا سلام، ثالث المراكز وشاهد رعود محمد بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري. من يقدم انطلاقة رعود وتحديات رعود على أرضية الميدان؟ بن نايف أيضا يقدم رعود مع ثالث المراكز والمركز الرابع شعار المسند مغموتة. ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يقدم الأنيق مغموتة من خلال المسار، من خلال رحلتنا ورحلة هذا الشوط. إذا مغموتة مع المركز الرابع، المركز الخامس في أول إذاعة وأول دخول لبيضة محمد بن محسن بن راشد بن محسن ديلة. من يقدم انطلاقة بيضة مع مركز الخامس؟ بدأت الأسماء بالظهور والاقتراب من أجل المنافسة، من أجل المنافسة. أشاهد أول الداخلين وأول المتقدمين شعار بن عقيل يتواجد وبدأ يدخل في هذه اللحظات مع الخامس، مع المركز الخامس. يقدم الزبارة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل. هكذا مشاهدين الكرام النداء أكملناه للخمسة المراكز المتقدمة والعودة، وأمامنا لائحة 3 كيلومترات. بدأنا في الدخول في آخر منعطف في هذا الميدان مباشرة مشاهدين الكرام، العودة إلى الصدارة وإلى القيادة لأتابع الجانب الآخر. هناك يحمل شعار الخيارين، ولكن تشريف لا تزال تقود مجريات الشوط حمد بن محمد بن سالم الخزين المري. من يقدم انطلاقة تشريف؟ لا زال يحتفظ بموقع الصدارة والقيادة. يا سلام يا سلام يا سلام، الجانب الآخر يحمل الغزيل، يحمل تحديات الغزيل. عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين. وصل شعار بن عقيل، وصل شعار البرنس. يتقدم قادم من الصفوف الخلفية، يغير من موقع إلى أفضل، يغير إلى الصدارة في هذه اللحظات. هناك شعار بن عقيل عن طريق الزبارة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل. من يقدم انطلاقة الزبارة في مركز الوصافة في هذه اللحظات؟ هناك المركز الثالث، تراجعت الغزيل، عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين. من يقدم الغزيل؟ هناك مغموتة تتواجد مع المركز الخامس بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله المسند. من يقدم مغموتة؟ وصلت مع المركز الخامس بيضة محمد بن محسن بن راشد بن محسن انديلة. من يقدم انطلاقة بيضة مع خامس المراكز؟ ولكن العودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع عروض الغزيل اللي بدلت إلى الصدارة بشعار الخيارين، ولكن الزبارة 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 بشعار البرنس. من تتقدم هنا إلى صدارة الشوط؟ غيرت موازين الشوط لصالحها، ولكن الغزيل لا تزال لا تزال مع المركز، مع مركز المقدمة. شوف الثنتين في موقع يسمح بالعبور، يسمح بالمرور إلى مقدمة الشوط. غير شعار البرنس، انطلقت الزبارة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل. من يقدم انطلاقة الزبارة بهذا الشعار الجميل؟ ولكن كما ذكرت تنافس قوي على الصدارة. غيرت الغزيل من جديد، انطلقت الغزيل من جديد. عبد
عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين من يقدم لغزيل استعادت موقع المقدمة استعادت الموقع المحبب مع الكيلو ونصف الكيلو الكيلو ونصف الكيلو آخر منعطف مشاهدين الكرام في هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام وصلت الأسماء تقدمت الأسماء هناك مغموتة مع المركز الثالث بشعار المسند أيضا شعار العطية يتواجد من الجانب الآخر يتواجد من الجانب الآخر تفسير خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يقدم انطلاق التفسير في أول إذاعة لتفسير من خلال مسار الشوط مغموتة قادمة بيضة قادمة شعار البرنس قادم والأسماء القوية لكن أعود إلى الصدارة وإلى المقدمة. يا سلام لا زال شعار الخيارين لا زالت لغزيل تقود مسار الشوط مع الكيلومتر الأخير الكيلومتر المثير المتبقي من عمر الرحلة رحلة الثمانية كيلومترات اللي لم يتبقى منها إلا مدرج الناموس. بدأنا بالهبوط التدريجي مباشرة إلى خط النهاية بقيادة لغزيل قيادة لغزيل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين ولكن المسند والعطية أسماء قوية شعارات لها ثقلها على أرضية الميدان إذا مغموتة بشعار المسند تفسير بشعار العطية بيضة قادمة البرنس قادم والوصول من الهديفي الكواري. يا سلام يا سلام يا سلام وصلت شدة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري لكن أعود إلى الصدارة الخيارين 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 والغزيل مع الاسم التراثي 500 متر أخيرة نهائية تفصلنا عن الفوز والانتصار والغزيل العطية من الجانب الآخر تفسير خليفة بن حمد بن خليفة العطية. يا سلام على الأرض الكبير العرض الكبير مع الأمتار الأخيرة الغزيل صامدة تفسير تحاول تفسير تحاول مع اللحظات الأخيرة ولكن الغزيل تفسير من الجانب الآخر تفسير وتشريف وصلت تشريف أيضا في ثالث المراكز لكن الخليفة هناك العطية 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 والخيارين الخيارين الخيارين اللحظات الأخيرة وين السلام ما بين الخيارين ما بين العطية أسماء قوية أسماء قوية ولكن العطية تهانينا والناموس لمالك تفسير من حصد هذا الشوط لصالح في الأمتار الأخيرة خليفة بن حمد بن خليفة العطية تهانينا والناموس لهذا الفوز المركز الثاني تشريف حمد بن محمد بن سالم الخزين المري المركز الثالث من وصلت لغزيل بشعار أيضا بشعار الخيارين عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين المركز الرابع شدة أو مغموتة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند المركز الخامس المركز الخامس إذن المركز الخامس بيضة محمد بن محسن بن راشد بن نديلة تهانينا والناموس للأخوة الفائزين. نعود إلى لحظة التوقيت الزمني من خلال مسارية شوط تفسير بطلة هذا الشوط خليفة بن حمد بن خليفة العطية تهانينا والناموس توقيتها الزمني ساعة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار تهدي مالكها هذا الفوز 13 دقيقة 4 ثواني و8 أجزاء من الثاني تهانينا والناموس لمالك تفسير المركز الثاني من وصل التشريف 13 دقيقة 5 ثواني بدون أجزاء من الثاني تهانينا المالكها حمد بن محمد بن سالم الخزين المري المركز الثالث من وصلت لغزيل 13 دقيقة 5 ثواني 3 أجزاء من الثاني تهانينا المالكها عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين والتهنئة لكل الأخوة الفائزين في هذا الشوط.